الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول ربنا في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بزوجاته ما كان منه عليه الصلاة والسلام في حسن التعامل مع أم سلمة، تلك المرأة الصالحة المجاهدة، هي وزوجها أبو سلمة كان مجاهدين في سبيل الله. فتوفي أبو سلمة رضي الله عنه متأثرا بجراحه بعد غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه، وإذا بأم سلمة تبكي عليه بكاء مريرا، فيأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعزيها ويلقنها كلمات، تلك الكلمات كانت مخففة عليها، ويقول لها: وعقبني فيه عقبى حسنة. فتقول في نفسها وتجهر بذلك: ومن أحسن من أبي سلمة. فأخلفها الله بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان زوجها الذي يعطف عليها، وكانت هي المرأة العاقلة الحكيمة الراجحة العقل، إذ أنها أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقف عظيم في غزوة الحديبية، حينما امتنع الصحابة رضي الله عنهم غيرة على الدين ومن باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعزة النفس التي تربوا عليها عند رسول الله، امتنعوا عن الحلق، فأشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر هديه ويخرج إلى الصحابة ويحلق أمامهم، وإذا بهم يتسابق وكلهم يريد أن يكون هو التابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة التي كمنت فيه عليه الصلاة والسلام حتى جعلت أم سلمة ممن يروى عنهم العلم وممن يروى عنهم الحديث رضي الله عنها وأرضاها. هذه الحياة التي كانت معهم وكان عليه الصلاة والسلام يعيش معهم، فينقل هذه الرحمة من صدره إلى صدورهم، فتسري تلك الرحمة في الأمة المحمدية، ينبغي لنا أن نفعلها في حياتنا، وينبغي لكل زوج أن يتعامل مع زوجته بهذا الخلق النبوي الكريم، فيحسن العشرة ويحسن الكلام ويحسن الإنفاق ويحسن كل شيء مع أهله، وكذلك الزوجة مع زوجها تقتدي بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأحسن الرضا، فكنا رضي الله عنهن يحسننا التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تربينا عليه من الأخلاق القرآنية، من الأخلاق النبوية التي تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإذا لا بد لنا أن نستفيد من خلال هذه السيرة النبوية العطرة كيف كان عليه الصلاة والسلام يظهر بذلك ويظهر بتلك الأخلاق، خلق الرحمة، خلق عظيم، خلق فخيم، خلق يبعث الإنسان على الرحمة بالإنسان والرحمة بالحيوان والرحمة بكل شيء. فكان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع نسائه بهذا الخلق، خلق الرحمة. مواقف كثيرة جميلة جدا في تعامله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا الموقف قبل أن ننتقل إلى زوجة من زوجات رسول الله، حينما تقدم لخطبة السيدة أم سلمة، تقدم لخطبتها سيدنا أبو بكر الصديق، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: إني غيرة، أي كثيرة الغيرة. فقال: أدعو الله عز وجل أن يذهب عنك تلك الغيرة. فقالت: إني ذات صبيان، أو كما قالت. فقال: أبناؤك أبنائي. هذا مظهر من مظاهر الرحمة، لأنها بذلت في سبيل الله بذلا عظيما، فاستحقت هذا الإكرام، واستحقت أن يرعاها ويرعى أبنائها ويرعى بناتها صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان عليه الصلاة والسلام مظهرا من المظاهر العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا في هذه الرحمة وأن يجعلنا من أهلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان.